أهلا بكم إلى حديث العرب. بعد أشهر من الحراك السلمي سقط البشير، أو كما قال بيان المجلس العسكري السوداني أنه اقتلع السلطة من البشير وأطاح به، وأعلن عن حقبة من القوانين التي ربما سلبت فرحة السودانيين بالخلاص من الرئيس الذي طال حكمه لـ30 عاما ويزيد. منع تجول وحالة طوارئ وفترة انتقالية تمتد لعامين وإيقاف العمل بالدستور أدت إلى انتفاضة جديدة في الشارع السوداني تدعو لإكمال الثورة لإسقاط من بقي من رموز النظام وتحقيق المطالب التي خرج بها الشعب السوداني إلى الشارع. كيف تغير الوجه السياسي في السودان بعد انتزاع سلطة البشير؟ وما هي إمكانيات التوافق بالوصول إلى سلطة مدنية في السودان بعيداً عن السلطة العسكرية والمجلس العسكري؟ نتابع هذا التقرير. بعد الإطاحة بالرئيس السوداني عمر البشير، لا زال عشرات الآلاف من السودانيين يواصلون اعتصامهم أمام مقر قيادة الجيش بالخرطوم بغرض مواصلة الضغط لتحقيق أهداف الحراك الشعبي وتسليم السلطة للمدنيين، رغم كل المحاولات الترغيبية أو الترهيبية لفضه. التصريحات والبيانات الصادرة عن القوى السياسية والمدنية المشاركة والداعمة للاعتصام أكدت على مواصلته وتعزيزه حتى تحقيق المطالب المعلنة، وعلى رأسها تسليم السلطة إلى حكومة كفاءات مدنية تتولى الفترة الانتقالية. لكن ثمة هواجس تنتاب المعتصمين بشأن مدى الجدية في تنفيذ تلك المطالب. المجلس العسكري الانتقالي برئاسة الفريق أول عبد الفتاح البرهان أعلن عن قرار إقالة النائب العام ومساعده الأول وإقالة رئيس النيابة العامة ورئيس الجهاز القضائي، بالإضافة إلى مدير عام الهيئة القومية للإذاعة والتلفزيون. السفير البريطاني في الخرطوم عرفان صديق أشار في حسابه على تويتر إلى أن لقاءه بنائب رئيس المجلس العسكري ليس للتأييد أو منح الشرعية، لكن للتأكيد على الخطوات التي تريد بلاده أن يتم اتخاذها لتحسين الوضع في السودان على حد وصفه. كذلك طلب توضيحا بشأن مكان وجود البشير وكبار المسؤولين في النظام السابق. الخارجية الأمريكية قالت إنها ستبحث رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب إذا رأت تغييرات جوهرية في حكومته وبعد حدوث انتقال سياسي سلس للسلطة. وفي سياق متصل، سلم المجلس العسكري الانتقالي رسالة خطية إلى رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي بشأن التطورات في البلاد، متجاهلا الإشارة إلى تهديد المجلس بتجميد عضوية السودان بالاتحاد الأفريقي في حال لم يسلم السلطة إلى إدارة مدنية خلال 15 يوما. أهلا بكم مشاهدينا للحديث أكثر حول هذا الموضوع وما يجري في السودان. يسعدنا أن يكون معنا في الاستوديو الأستاذ محمد الأمين السنوسي الأكاديمي. أهلا بكم أستاذ محمد. أهلا بك وأهلا بضيفك الكريمين. حياكم الله. ومن قناتكم هنا إن شاء الله أحيي أهلنا في السودان وأتمنى لهم الأمن وإن شاء الله يعم جميع البلاد الإسلامية بإذن الله تعالى. نعم، أيضا أرحب بالدكتور محمد الأحمد الباحث الأكاديمي من اسطنبول عبر الهاتف. بداية أستاذ محمد، كيف تنظر إلى بيان المجلس العسكري الذي صدر وقرب انتزاع السلطة من الرئيس السوداني عمر البشير كما قال البيان؟ هناك في الأصل هناك بيانين. البيان الأول أعلن من قبل ابن عوف، والبيان الثاني من قبل الحكومة الأول المجلس العسكري الذي قام بانتزاع السلطة من ابن عوف. البيان الأول جاء كما قال الشارع السوداني باهتا جدا، ولم يكن يلبي طموحات الشعب السوداني. لذلك عندما خرج الشعب السوداني للاحتفال بهذه الانتفاضة والاحتفال بانتزاع السلطة من النظام السابق، لكن تفاجأ بأن هذا البيان لم يلبي طموحاته، لذلك سرعان ما قام بقلب هذا الاحتفال إلى ثورة أخرى. أما البيان الثاني فهو كان يعني دعنا نقول نوعا ما لبى احتياجات الشعب السوداني، لذلك قبل، ولكن حتى الآن يطالب بالمزيد من الإجراءات. يعني هو يرى أن هذا البيان هو عبارة عن حديث، ولكن يريد أن يرى هذا البيان تطبيقه على الواقع. نعم دكتور محمد،
يعني لو سألتك حول ما جرى في السودان، الكثير من البيانات التي رأيناها في العديد من الدول المحيطة بالسودان، يعني هناك من يقول في الشارع السوداني بأن ما جرى في السودان هو انقلاب على البشير، ومنهم من يعد هذا الانقلاب أو ما جرى في السودان أنه انقلاب على مطالب الشعب. إلى أي مدى ومع أي الفريقين تتفق؟ أولا قبل أن نتحدث عن ما حدث في السودان انقلاب أم لا، دعنا نعود قليلا إلى المفهوم العام لهذا الأمر. الانقلاب عموما يكون انتزاع السلطة من الحكومة الموجودة بصورة غير شرعية، بصورة غير شرعية. لكن مؤخرا ظهرت هناك عدد أو أنواع كثيرة من الانقلابات دعتهم يغيرون معنى هذا الانقلاب إلى ما يسمى بالانقلاب الديمقراطي. الانقلاب الديمقراطي في الغالب يأتي الجيش بطلب من الجماهير في الشارع. فما حدث في السودان أنا أسميه انقلاب ديمقراطي. لماذا؟ لأن الجيش من نفسه لم يتحرك لنزع السلطة من الرئيس، وإنما هناك الضغط الشعبي جعل من هذه السلطة أي السلطة العسكرية بضرورة التحريك ونزع السلطة من الحكومة، لأن هذا لم يحدث ربما يكون هناك إراقة دماء وهناك عنف وهناك يعني ما لا يوجب يعني مبتغاه. لذلك لا بد من التحريك ولا بد من نزع السلطة بصورة أسرع مما يمكن. نعم، أنتقل بالسؤال الآن إلى دكتور محمد الأحمد. أهلا بكم دكتور. عليكم السلام. حياكم الله. يعني كان السؤال السابق هو قد وجه لك، ولكن إذا ما هو المطلب الشعبي الرئيسي اليوم في الشارع السوداني؟ مطلب الشعب الرئيسي هو أن يتحول الوضع في السودان إلى حكومة أو مجلس وزراء مدني كاملا من تنقراط أو شخصيات قومية مستقلة لا تكون منتمية إلى أحزاب معينة، لأن هذه المرحلة ليست مرحلة حكم الأحزاب. نعلم أن الأحزاب السودانية الآن تتصارع وتتنافس وتتنازع للوصول إلى كراسي الحكم، وهذا يعني أنها تسعى إلى بناء الذات وليس لبناء الوطن. هذه المرحلة مرحلة دقيقة، مرحلة حرجة جدا، تقتضي أن يتسع حكومة قوية ذات كفاءة عالية جدا وخبرات علمية وتقنية كبيرة لإنقاذ البلد من وهل الاقتصاد ولإعادة هيكلة الدولة بأسس علمية وبأسس ديمقراطية سليمة تحت مظلة المجلس العسكري الانتقالي. نعم، إذا من ما تكلمت به دكتور تحدثت عن أن من يجب أن يكون اليوم في المشهد السياسي في السودان هي شخصية غير حزبية ومستقلة. يعني هذه الشخصية هي من المطالب التي صدرت مجددا من المجلس العسكري. هل المجلس العسكري حقا ماضي في تحقيق مطالب الشعب السوداني؟ هذا التزام في أول بيان صدر، سواء كان في التسليم الأول للجيش أو التسليم الثاني، كان كل البيانات تؤكد أن المجلس العسكري هو مجلس انتقالي لمدة سنتين، يتم تسليم السلطة للحزب الذي يفوز أو الشخصية التي تفوز في الانتخابات. ولكن قبل هذا في الفترة الانتقالية ستولي الجهات المدنية حكم البلاد، لأن الجيش هو قال بنفسه نحن ليس عندنا قدرة على إدارة هذه الدولة سياسيا، وإنما نتولى فقط السيادة والإشراف وتنظيم الأمور ومحاربة الفساد وتصحيح أوضاع الدولة والفساد الذي خرب إعادة وضعه الطبيعي. ولكن العمل التنفيذي الخدمي هذا عمل خبرات وكفاءات، نحن سنولي هذا الأمر لهؤلاء الناس. وأخبر هذا شفاهة لكل القوى السياسية في السودان ولكل منظمات المجتمع المدني في اجتماعات، في جلسات حوار، في وسائل الإعلام، في كل مجالات، حددوا أننا ننتظر ترشيحات تصدر من منظمات المجتمع المدني، من التنظيمات السياسية الشبابية، ترشيحات لشخصيات قومية تتولى إدارة حكم البلاد في مجلس وزراء. وبعد ذلك يمكن يكون هنالك مجلس تشريعي أو مجلس شيوخ يتولى إجازة القوانين، وضع دساتير، وضع هيئة أو قانون للانتخابات، حتى تستعد الدولة
في هذا الجانب. نعم أستاذ محمد، الدكتور محمد أحمد قال بأنه عملية تولي الأحزاب للسلطة الآن هي ربما أمر لاحق بسبب عدم القدرة للأحزاب على تولي السلطة وإدارة البلد وما إلى هنالك، بل سيقتصر عملها فقط على الإشراف على ما يجري. لكن هناك بعض الأحزاب في السودان لا ترى هذه النظرة، هو قال بأنهم بلغوا جميعا بهذه النظرة، ولكن الأحزاب أيضا ربما هناك من يتصارع للحصول على كرسي الرئاسة والواجهة السياسية في السودان. إذن من الضامن اليوم للثورة في السودان، ومن الضامن اليوم الذي يستطيع إرساء قواعد بناء دولة جديدة قائمة دون فساد؟ الضامن الأساسي هو الشارع. نعم هناك عدد من الأحزاب، هناك أحزاب تقليدية قديمة معروفة في السودان، هناك أحزاب جديدة في السودان، هناك جماعات موجودة في السودان، مثلا الآن مثلا ما يسمى بالقوة التغيير وما إلى ذلك. كل هذه تمثل ضغط للمجلس العسكري بأن ينقل هذه السلطة إلى سلطة مدنية. لكن الشارع عندما يرى بأن هذه السلطة ليست في أيدي آمنة، أنا متأكد أنه سوف يخرج للمرة الثانية والثالثة والرابعة حتى يضمن بأن هذه السلطة في أيدي آمنة تستطيع أن تنقل البلاد من المأزق التي عاشته طوال الفترات الماضية إلى فترة أفضل إن شاء الله اقتصاديا وأمنيا بإذن الله تعالى. نعم، هل فعلا القوانين التي سنها المجلس العسكري، طبعا القوانين هي عملية حظر التجوال وأيضا إيقاف العمل بالدستور وفترة انتقالية مدة عامين وحالة الطوارئ، كيف ينظر لها الشارع السوداني؟ كيف ينظر لهذه القوانين؟ هل فعلا هذه القوانين من الممكن أن تكون مرساة لحراك سياسي تعطي القدرة على تحرك سياسي جديد من أجل التحول إلى سلطة مدنية؟ مسألة حظر التجوال وقوانين الطوارئ هي ليست مقبولة تماما من الشارع. لماذا؟ لأن الشارع يطالب مطلبه الأول الحرية. لا. فهو يرى أن بهذه القوانين تقيد حريته. لذلك في البيان الأول عندما كانت هناك مادة تدل أن هناك يعني ما يسمى بالإجراءات أو ما نسميه القوانين حظر التجوال، الشعب لم يقبل بها. والدليل على ذلك رغم سريان هذه القوانين إلا الشارع، إلا أن الشارع خرج واستمر في الاعتصامات طوال تلك الأيام. نعم. ليلا ونهارا. وقبل قليل كنت أتحدث مع صديقي من السودان، قال لي يعني الطرقات والأماكن التجارية كلها يعني مفتوحة وليس هناك أي تأثير من هذه القوانين. لذلك في البيان الثاني تم إلقاء هذه القوانين، خاصة قانون الطوارئ. أما فيما يتعلق بالدستور، الدستور الذي تم إلقاؤه هو دستور 2005، وطالب الاتحاد الأفريقي بإعادة العمل بالدستور، والآن المجلس العسكري يطالب المعارضة بالإتيان ووضع دستور جديد للسودان حتى يتم العمل به خلال الفترات القادمة إن شاء الله. نعم، أنتقل لك دكتور محمد. يعني الأستاذ محمد يقول بأن الوضع في الخرطوم اليوم والشعب السوداني لم يلتزم بعملية حظر التجوال المفروضة من قبل المجلس العسكري. هل يقبل المجلس العسكري بإدارته العسكرية أن لا يسري قرار تم إصداره من قبله على الشوارع في السودان؟ لا، هو قانون الطوارئ هو مقصود به قدرة الدولة على محاربة. أنا أتحدث عن حظر التجوال دكتور محمد. حظر التجوال الآن أيضا رفع يعني في آخر بيان، وأيضا حظر التجوال لا يعني المعتصمين، لأن المعتصمون الآن هم يأتون إلى وقت مبكر إلى مكان ميدان الاعتصام ويغادرون صباحا في نوبات، يعني نوبة صباحية ونوبة مسائية، ولا يتعارض مع وقت حظر التجوال بأي حال من الأحوال. وإنما مقصود بحظر التجوال أيضا هنالك بعض خلايا تتحرك لإفساد الدولة وإحداث فوضى وسرقة الناس وعصابات تستغل هذه الأجواء للدخول في بيوت الناس، سرقة أشياء الناس، نهب الناس، أو يعني هنالك استغلالات سيئة، حتى بعض الناس يستغلون ذريعة حرب الفساد فيعتدون على بعض رموز النظام أو إلى أهلهم إلى أسرهم إلى
بيوتي ممتلكاتي. هذا مقصود به هذا التجول، حتى تستطيع القوة النظامية أن تقضي على هذه المظاهر السالبة، نعم، وتهيئ الجولة جو سلام وأمان وإطمئنان. نعم، أرحب بالأستاذ عبد الرحمن الأمين، رئيس تحرير صحيفة الصيحة من الخرطوم. أهلا بكم أستاذ عبد الرحمن إلى حديث العرب. بداية، كيف هو حال الشارع السوداني اليوم في الخرطوم بعد هذه التغيرات السياسية التي تطرأ على الواجهة السياسية في السودان؟ صدقني اليوم الجماهير تدفقت صوب القيادة العامة، والجماهير انهمرت انهمارا، لأن الذين خرجوا اليوم كانوا أكثر بكثير جدا من الذين خرجوا في 11 أبريل حين أعلن الجيش أنه قد اقتلع النظام القديم اقتلاعا. الجماهير ما زالت مصممة وما زالت تحرس ثورتها وما تزال تدعى وتستجيب لنداء تجمع المهنيين متى ما دعاها وطلب منها الخروج. اليوم اسمت المسيرة المليونية للحكم المدني، أنها تطالب بتسليم السلطة للمدنيين. الآن نحن على مقربة، كل الشوارع سدت، كل المنافذ أغلقت، كل الطرق امتلأت، النساء يكاد يمثلن أغلبية في الذين خرجوا والذين تدفقوا. يا أخي، هذا الشعب يعني له إصرار وله تصميم وله إرادة وله عزيمة وله روح غلابة ووسابة. وصدقني مثل ما قال الشاب، الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر، ولا بد لليل أن ينجلي، ولا بد للقيد أن ينكسر. نعم أستاذ عبد الرحمن، يعني هناك من يقول بأنه من الحكمة أن يتولى المجلس العسكري والقيادة العسكرية الحكم في السودان، لأنه طبعا أخذ زمام الأمور، استجاب لمطالب الشارع بعزل عمر البشير، وأيضا يحاول المجلس العسكري تحقيق مطالب الشعب. إلى أي، يعني برأيك، إلى أي مدى الشارع يتفق مع رؤية المجلس العسكري؟ أو ربما هذه التوجهات باستلام المجلس العسكري للسلطة في السودان؟ الشعب لم يقل أن على الجيش أن يعود إلى سكناته، والشعب أبدا لم يتنكر للدور الكبير والبطولي والتاريخي الذي وقفته قوات شعبه المسلحة حين انحازت إليه، بل الشعب كان يدرك يقينا أن قوات المسلحة منه وإليه، والدليل على ذلك أنه يوم ما توجه في 6 أبريل توجه إلى أسوار جنده وإلى حائط قواته لاز بها في وجه النظام الباطشة والمستبد. اليوم كان الكاتب الصحفي عثمان مرقني يقول أنه التقى أعضاء المجلس العسكري وقالوا له أنهم حين اجتمعوا إلى الرئيس الراحل كان يقول لهم أنه في المذهب المالكي أن يجوز أن يقتل الحاكم ثلث شعبه، وأن قلات المالكية يقولون بقتل 50% من الشعب، وأنه يريد منهم أن يقتلوا ثلث هذا الشعب لأجل أن يبقى في الحكم. حينها أدركوا وأيقنوا أنه لا بد من اقتلاع هذا الرئيس وذهابه ورحيله. الجيش يدرك تماما أنه انحاز إلى شعبه، لكن الجيش نفسه يدرك أن هذا الشعب الذي سار في وجه النظام البائد ورئيسه وهو يريد أن ينتصر لإرادته. الشعب لم يقل أن الجيش يعود إلى سكناته، لكنه قال يريد أن يكون هناك مجلس سيادة مدني فيه وجوه عسكرية ينهض بأعباء السيادة، وقال أنه كذلك يريد تشكيل حكومة مدنية يترك فيها وزارات الدفاع والداخلية لرجال الجيش وللعسكريين، ومن ثم هو يريد الأمر مزاوجة ولا يريد الأمر أن يكون انفرادا بالمجلس العسكري في أمر السياسة. هنا نقطة أستاذ عبد الرحمن. أستاذ محمد، يعني هناك من يرى بأن عدم انحياز الجيش للسلطة بل انحيازه إلى الشعب وعدم إراقة الدماء وما إلى هنالك ربما يعطي الشعب السوداني الأمان في استلام الجيش والمجلس العسكري للسلطة. إلى أي حد وإلى أي مدى تتفق مع هذا التوجه؟ أنا أتفق تماما مع هذا التوجه. لماذا؟ لأن الشعب نفسه لجأ واحتمى بالجيش. لماذا؟ لأن هناك ثقة في هذا الجيش، وهناك تاريخ في السودان، يعني الجيش لديه تاريخ في السودان، ونستذكر هنا سوار الذهب المشير سوار الذهب رحم له. نعم، فالجيش في ذاك الوقت استلم السلطة لمدة سنة فترة انتقالية، وتم تسليم السلطة لحكومة مدنية. نعم،
الآن الشعب أيضا يطلب من الجيش بأن يكون هدفه هو حماية الثورة. لكن هنا سؤال أستاذ محمد، يعني إذا كان المشير سوار الذهب هو أحد قادة الجيش الذين قاموا بتسليم السلطة بعد انقلاب إلى البرلمان بعد عام، ولكن النقطة أيضا التي تحسب بأن عمر البشير أتى بالانقلاب أيضا ولكن لم يسلم السلطة، ولكن استولى على السلطة وعاث في السودان كما يقول الشارع السوداني، عاث فيها خرابا. إذا هناك لا يوجد وجوه توافق بين هاتين الحالتين، هل الشعب السوداني لا زال فعلا يثق بأنه ربما يخرج أحد القيادات مثل المشير سوار الذهب؟ لا، الحالة التي فيها التي جاء بها عمر البشير تختلف، يعني هذه الحالة تشبه كثيرا الحالة التي جاء بها سوار الذهب. لماذا؟ كما قلت أنا هنا الانقلاب الديمقراطي، يعني هناك شارع موجود، هذا الشارع هو عبارة عن ضاغط لهذا المجلس، أو سمعنا من المجلس العسكري نفسه وصرح بأننا سوف نكون يعني أو سوف نحتذي بسوار الذهب. أيضا هنا المجلس العسكري يعني هناك مرونة كما نلاحظ، يعني يستجيب لكل أو لأغلب يعني مطالب الشارع، وهو يتنازل يعني كل خطوة يتنازل خطوة، والآن هو الذي يطلب من المعارضة بأن يشكلوا الأشخاص الذين يريدون أن يأتوا بهم وأن يستلموا السلطة المدنية، فهذا يبين بأن هناك يعني نية حقيقية لهذا الجيش إلى تسليم السلطة. كذلك هناك يعني ضغط خارجي يتمثل في الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي، فهذا أيضا يمثل ضغط، هذا يمثل أيضا بالإضافة للضغط الشارع، فأنا أتوقع بأن الجيش سوف يصدم السلطة إلى سلطة مدنية. نعم، أنتقل بسؤال إلى الأستاذ أو الدكتور محمد أحمد. دكتور، يعني تنحي عبد الرحمن بن عوف عن الواجهة، واجهة المجلس العسكري، وتعيين عبد الفتاح برهان، وأيضا استقالة مدير المخابرات العسكرية، ماذا تعني هذه الدلالات؟ وكيف من المعروف يعني أن أجهزة المخابرات في السودان عليها كثير من النقاط، كيف سيتم التعامل مع جهاز المخابرات السوداني؟ أولا تعني أن الجيش السوداني رهن إشارة الشعب السوداني. طبعا ظل هذا الجيش منذ الاستقلال جيش يولي الوطن اهتمام كبير أكثر من ولاء لأحزاب سياسية ولتيارات أخرى، فبالتالي بضغط من الشعب السوداني والذي استجاره في القيادة العامة واعتصم هناك، وكان يوم 6 أبريل هو يوم فاصل، يعني باعتبار أن الثورة الحقيقية بدأت في 6 أبريل. صحيح هنالك حراك كان قبل هذا، لكن اختلف الناس حول هذا الحراك، تحفظ بعض الشعب كذا كذا، ولكن توفرت مقومات الثورة في 6 أبريل، حيث خرج كل الشعب مؤيدا لهذه الثورة وانحاز الجيش تماما، وبالتالي تلبية لرغبات الشعب جاء بيان ابن عوف، وتلبية لرغبات الشعب أيضا تنحى ابن عوف وجاء البرهان، وكذلك قيادات أخرى ترجلت عن وظائفها سواء كان في الاستخبارات أو في المخابرات أو غير ذلك. ولأن الشعب السوداني لا يريد أي ارتباط بالنظام السابق، ويريدون اجتزاز هذا النظام من الصورة السودانية حتى يتمكنوا من بناء دولة قوية في هذه المرحلة لا تحتاج إلى أي تنازلات سوى أن يتم بناء دولة جديدة بمقومات وبروع وبأفكار جديدة حسب رؤية الشباب الذي يعتصم الآن في الميدان. نعم مشاهدينا، إذن ما هي إمكانية التوافق للوصول إلى سلطة مدنية في السودان، وكيف أيضا ينظر الاتحاد الأفريقي إلى الوضع في السودان ووصول المجلس العسكري إلى السلطة والتعامل مع الشارع السوداني؟ كل هذا بعد قليل. مواقع التواصل الاجتماعي مؤثرة في زمننا، زاد اهتمام الشباب بالفضاء الإلكتروني. نعرض لكم أبرز المقاطع والأحداث،
نبحث دائما عن كل جديد في مواقع التواصل. نستعرض ما يهمكم، نقاشاتكم، والقضايا التي تدخل في إطار اهتماماتكم في برنامجنا فرصة لآرائكم المتعددة. أهلا بكم من جديد مشاهدينا، وأرحب بضيوفي مرة أخرى، الأستاذ محمد الأمين الصنوصي الأكاديمي، وأرحب أيضا عبر الهاتف من الخرطوم الأستاذ عبد الرحمن الأمين رئيس تحرير صحيفة الصيحة، والدكتور محمد أحمد الباحث والأكاديمي من إسطنبول. بداية أتوجه بسؤالك دكتور محمد، كيف تقرأ اليوم حالة التنازع في المفاوضات التي تجري بين المعارضة والأحزاب المعارضة والمجلس العسكري؟ مع الأسف الشديد يعني نحن لا نرى أحزاب قويمة في السودان أو تستطيع أن تتولى زمام الأمور في هذه المرحلة، كلها أحزاب متنازعة ومتصارعة. رأينا والشعب السوداني رأى هنالك أحزاب تسللت إلى الميادين تريد أن تتبنى هذه المظاهرات وتريد أن تصل إلى السلطة من وراء العسكر. هذه أحزاب لا تجد قبول في الشعب السوداني ولا يمكن أن تحقق أغلبية في الانتخابات، لهذا الآن نراها تجري وراء العسكر حتى يفضوا لها الساحة وتحكم هي بحماية العسكر. ورأينا المعتصمون في الميدان حاربوا هذه الظاهرة وانشقوا بينهم حتى ظهر هناك تجمع خلاف تجمع المهنيين، تجمع شباب ديسمبر، وهذا يعني أن هنالك تباين في وجهات النظر في قبول الرؤية الحزبية في هذه المرحلة. هذه مرحلة نحتاج إلى تجرد من الرؤية الحزبية الضيقة التي تسعى لبناء الذات وتسعى إلى الحكم بأي وسيلة من الوسائل. يجب لأي حزب سوداني أن يحكم عن طريق الانتخابات. الآن الشباب في الميدان والجيش والقوى السياسية المختلفة يجب أن يتوحدوا على تكوين حكومة مستقلة، حكومة بعيدة من الأحزاب السياسية تماما. أستاذ عبد الرحمن الأمين، يعني من الذي يدير مرحلة الانتقالية اليوم في السودان؟ إلى اللحظة الذي يدير المرحلة الانتقالية هو المجلس العسكري الانتقالي، وهو بدأ بإجراءات، بدأ بتوقيف رموز العهد البائد، استهل بإجراءات لمحاربة الفساد، كذلك استهل بإجراءات ألقى حظر سجون ابتداء وألقى حظر الطوارئ، وكذلك أطلق سراح كل الذين كانوا معتقلين وموقوفين على ذمة أحكام الطوارئ التي كان قد أعلنها النظام السابق. كذلك بدأ في تحت مساحات من الحريات اللي هم الصحافة في السودان لا تخضع على أي رقابة، وإنما هي حرة الذي تكتبه فقط تحاكم أمام قاضيها الطبيعي. الآن الساحات حرة، الأحزاب السياسية عادت إلى نشاطها، الاجتماعات عادت حرة، والهيئات التي كانت حكومية لإذاعة التلفزيون التي كانت ناطقة باسم العهد البائد الآن مفتوحة أمام كل التيارات السياسية. كذلك خاطب العالم الحر والتقى بالسفراء وبالمنظمات. يعني عذرا، هذه الإجراءات وهذه التصرفات، هل هي هذه الإجراءات من واجبات السلطة المدنية أم من واجبات المجلس العسكري الذي يوجد حاليا في مقام إدارة شؤون البلاد؟ الذي يديره الآن طبعا هي سلطة الأمر الواقع، لأنه لا توجد سلطة الآن غير سلطة المجلس العسكري الانتقالي، لكن الذي يطالب به تجمع المهنيين للفترة الانتقالية أن يكون هناك مجلس سيادة. مجلس سيادة هذا هو مدني لكن به تمثيل عسكري. مجلس سيادة هذا هو الذي ينهض بأعمال السيادة، علاقات مع الدول، اللقاءات مع السفارات، اللقاءات مع المنظمات، إدارة الشأن الخارجي، إدارة النظام العدلي والقانون. وفي ذات الوقت ينشأ إلى جانب مجلس السيادة هذا حكومة مدنية خالصة فقط يكون العسكريين فيها تمثيل في وزارتي الدفاع والداخلية. لكن الآن الذي ينهض به المجلس العسكري، لأنه الآن هو سلطة الأمر الواقع
ولأنه إلى الآن لم تشكل السلطة المدنية، ولذلك انهت بسلطات مجتمعة التنفيذية والسيادية وحتى التشريعية. نعم، أنتقل لسؤالي لك أستاذ محمد، يعني نقاط الخلاف الأساسية اليوم التي الموجودة بين المعارضة والمجلس العسكري، ما هي النقاط؟ النقاط الأساسية، الخلاف هو لا يوجد خلاف كبير بين المعارضة والمجلس العسكري، بل هي مطالب. يعني المعارضة تقدم المطالب والمجلس العسكري يعني يقدم إجابات لبعض أو إجابات لبعض الأسئلة. لكن اعذرني، لكن هذا الأمر يتنافى مع ما قاله منذ قليل الأستاذ عبد الرحمن الأمين بأن هناك يعني انفراد في السلطة وفرض سياسة الأمر الواقع على الحالة في السودان. إذن كيف هناك مطالب والمجلس العسكري ينفذ؟ فرض الأمر الواقع، الأمر الواقع هو في هذه المرحلة طبيعيا، في هذه المرحلة التي يقودها الجيش، هذا يحدث في كثير من الدول، وبما أن الجيش هو الموجود الآن في السلطة هو الذي يقود السلطة، ولكن على المعارضة أن تأتي باقتراحات. المجلس العسكري طلب من المعارضة أن تأتي باقتراحات وأن تأتي بالأشخاص الذين يحتلون هذه الأماكن. المعارضة والشارع يعني هو يرى بأن الجيش يعطي وعود ولا ينفذ هذه الوعود على أرض الواقع، لكن كإجراءات هو حتى الآن يصير في المسار الصحيح، أنا أرى ذلك. يعني أنت ترى أن المجلس العسكري اليوم يؤيد وجود حكومة مدنية؟ نعم، وهو قال بأنني سوف أعطي هذه الحكومة المدنية عندما تأتي المعارضة بمن يستلم هذه السلطة بأسرع فرصة ممكنة. دكتور محمد أحمد، يعني الأستاذ محمد الأمين السنوسي يقول بأن المجلس العسكري يعطي وعود وضمانات بدعم المجلس العسكري لوجود سلطة مدنية في السودان، لكن هذا الأمر ربما لا يتفق مع سياسة فرض الأمر الواقع التي تجري الآن في السودان، وأيضا فرض بعض القوانين التي لا تتيح حراك سياسي وربما تحقيق مطالب الشارع السوداني. المجلس العسكري هو عنصر مهم جدا في هذا التغيير، وهو الذي قام بإسقاط النظام فعلا بعد تجمهر الشعب في القيادة العامة وبطلب من الشعب، يعني هو أساس، لاعب أساس. لا يستطيع هذا الشعب أن يسقط النظام المتجذر المتعمق صاحب الخلفية العسكرية والذي انحاز إليه الجيش وقت طويل طيلة هذه المظاهرات وتحفظ عنها الشعب. ولكن في 6 أبريل الجيش أجبر بحق الوطن وبواجبه نحو الوطن أن يتدخل، ولولا تدخله لما انتهى هذا الحراك إلى هذا المنحى. إذن الجيش لا يمكن أن ينعزل في هذه المرحلة، وهو صمام أمان في هذه المرحلة الانتقالية. لو استمرت هذه الأحزاب تتنازع في الوصول إلى السلطة ولم تحتكم إلى أمر، سيتجاوزها المجلس العسكري وسيمضي في تكوين حكومة التنقراط وفي تشكيل إضافة مدنيين إلى المجلس العسكري. لكن كما يقول الأخ الصحفي عبد الرحمن، كون نزيل المجلس العسكري في هذه المرحلة ونحوله إلى لجنة دفاع وأمن، أنا متأكد سيحصل أعراك وسيحدث تنازع حول القوى السياسية في من يحكم. وكذلك لا نستطيع أن نحارب الفساد الذي والنافذين الذين أفسدوا هذه الدولة، لا تستطيع قوة مدنية أن تحاربهم. هذه قوة عميقة، دولة عميقة تحتاج إلى قوة العسكر في هذه المرحلة. لكن الحكومة المدنية أقرت بها كل الأطراف في هذا الحراك، سواء كان جيش أو متظاهرين أو الشعب السوداني، وسيلتزم بها المجلس العسكري إلا إذا تخاذلت القوى السياسية في ترشيح شخصيات، لأنها الآن تتملص من هذا الأمر حتى تولي الأمر لنفسها. كل حزب يريد أن يقدم قيادات ويقتسم هذه الوظائف بينهم، وهذا هو الضعف السياسي في الساحة السودانية. يجب أن تتنازل هذه الأحزاب عن الحكم الآن. إذن انطلاقا من هذه النقطة دكتور محمد، انطلاقا من هذه النقطة، إذن ما المسؤولية الملقاة على الأحزاب والطبقة السياسية اليوم في السودان؟ توافق على شخصيات قومية مستقلة تدير المرحلة القادمة مع المجلس العسكري الانتقالي. نعم، إذن هذه المسؤولية الوحيدة الملقاة على الطبقة السياسية؟ تتفرغ هذه الطبقات أو الأحزاب السياسية لبناء أحزابها والرجوع للقواعد ووضع أيديولوجية وبرامج تستطيع أن تقنع بها هذا الشعب السوداني لتفوز في الانتخابات القادمة، وكذلك أن تحاول تسيطر على الشارع وأن لا تستقطب الشباب الموجود الآن، وأن لا تستنتهز هذه الفرصة لتعبي الشباب تعبئة مضادة، لأن وجود الشباب في هذا الاعتصام
سلاح ذو حدين، ممكن أن يؤدي إلى انشقاقات داخل الشباب، كما شاهدنا خروج تجمع جديد اسمه تجمع شباب ديسمبر وخروج تجمعات أخرى، وبالتالي بعض الناس يقولوا تجمع المهنيين لا يمثلنا وآخرين يقولون يمثلنا، هذا استقطاب حاد، هذا تنازع بين الشباب، نريد هذا الشباب المعتصم أن يكون موحدا. نعم هذا الشباب المعتصم إذا أعطيت هذه الفرصة. نعم أتوجه إلى الأستاذ عبد الرحمن الأمين، يعني فكرة عدم توافق الأحزاب فيما بينها على شخصيات مستقلة تؤدي إلى قيادة المرحلة الانتقالية أو ربما إلى واجهة سياسية جديدة في السودان، الاعتصام هي أحد أقوى أوراق الضغط الموجودة اليوم في الأحزاب، في يد الأحزاب من أجل أن يكون المجلس العسكري أو ربما ينصاع المجلس العسكري لما يريده الشارع السوداني. ولكن النقطة هنا، ماذا إن جرى على كل حزب إن لم يحدث ما يريده أن يخرج اليوم في اعتصامات؟ المشهد السوداني فيما بعد إلى أين؟ طبعا كما تعلم أن الأحزاب السودانية هذه خرجت من كابتن في 20 عاما، والنظام البائد عمل على تشقيقها وعلى تقسيمها وعلى إضعافها وحتى حظر نشاطها. هي اليوم تخرج إلى نور الديمقراطية، من الوقت هي تحتاج بعض الوقت، ومن ثم كذلك الاتفاق على حكومة انتقالية. أنت كما تعلم أن القوى الموقعة على إعلان الحرية والتغيير من قوى ليست بالهينة، هي نداء السودان يضم حزب الأمة وحزب المؤتمر السوداني والعديد من الحركات المسلحة، كذلك قوى الإجماع واجب يضم الحزب الشيوعي والعديد من أحزاب اليسار، ثم هناك تجمعات أحزاب الاتحادين، ثم هناك منظمات المجتمع المدني. هذا يتطلب إدارة نقاش واسع للاتفاق على أشخاص يمكن أن يشكلوا الحكومة المدنية الانتقالية. صدقني أنا أعتقد أن أهل السودان من بعد أن تجاوزوا العهد البائد لا ما من سبيل لأن تقع فتنة أو انقسام ما بين المجلس العسكري وما بين تجمع المهنيين، وصدقني كذلك أنا متفائل إلى درجة لا يمكن للمجلس العسكري أن يتجاوز تجمع المهنيين ويعمد إلى تشكيل حكومة من اختياره ومن ترشيحاته. في آخر الأمر سننتهي إلى نقطة وسط، أن تكون هناك معادلة تضمن تمثيلا متوازنا ما بين العسكريين والمدنيين في المجلس السيادي. يعني الآن تشكيل المجلس العسكري يضم 8 عسكريين، يمكن أن نضم إلى جانبهم كذلك نحو 6 من المدنيين بحيث يكون هذا المجلس السيادي. أما أن تكون حكومة تترك للقوى الموقعة على إعلان الحرية والتغيير الحكومة المدنية لتدير الشأن التنفيذي. الحق صحيح محدثكم قال أن هناك دولة عميقة تتطلب تفكيك، هذا صحيح. أن هناك أخطار كبيرة تتحدث الدولة السودانية في هذا الوقت، هذا صحيح. أن هناك ميليشيات ما تزال مسلحة تحتاج إلى نزع السلاح منها وإلى إخضاعها للقانون، هذا صحيح. أن هناك رموز ما زالوا ملاحقين يجب إيقافهم، وهناك فاسدين استولوا على أموال الدولة وولقوا فيها، كل هذا صحيح. لكن التجربة السودانية دائما في لحظات المحكات ننتهي إلى انفراجات. نعم أستاذ محمد، مجلس السلم والأهلي في الاتحاد الأفريقي هدد السودان خلال أو المجلس العسكري في السودان بتسليم السلطة خلال 20 إلى 25 يوما منذ بداية إعلان هذا القرار إلى سلطة مدنية. لماذا هذا التشدد ضد السودان وضد المجلس العسكري في السودان؟ أولا الاتحاد الأفريقي لديه ميثاق يسمى بميثاق الميثاق الاتحاد الأفريقي للديمقراطية والانتخابات والحكم الرشيد. نعم. هذا الميثاق هو يشدد على عدم حدوث أي انقلابات في القارة الأفريقية. لماذا؟ لأن هناك عدد من الانقلابات وصلت إلى أكثر من 186 انقلاب في أفريقيا، وكثير منها ينتج يعني الناتج يكون سيء جدا، يكون هناك عدد من القتلى وهناك يعني مشكلات اقتصادية وغيره. لذلك يعني وضع هذا الميثاق حتى يقلل من هذا من هذه الظاهرة. عندما سمع بأن هناك يعني تحول حدث أو ما سماه هو الاتحاد الأفريقي بالانقلاب العسكري، هو وضع يعني بعد التشاور وضع يعني 15 يوما كحد
أقصى. هي المادة السادسة والسابعة وضعت بالميثاق، ميثاق الاتحاد الافريقي للسلم المجتمعي من اجل تسليم السلطه بشكل مباشر، لكن ربما السودان دخل في الماده الثامنه والتي تقول انه اذا كان هناك انقلاب بديمقراطيه ربما فهذا يعطيه مهله الى من اجل تسليم السلطه. هي ال 15 يوما ربما تكون ضغطا فقط، يعني هو يضغط يعني حتى يعجل المجلس العسكري بتسليم السلطه الى حكومه مدنيه، ولكن بالامس تقريبا سمعنا بأن هناك مبادرة من رئيس جنوب السودان سلفا كير ميردد بأن يكون وسيطا إلى يعني حتى تمدد هذه المهلة، وأنا أتوقع بأن الاتحاد الأفريقي سوف يمدد هذه المهلة، لأن هذه المهلة يعني قليلة جدا، حتى الأحزاب في السودان نفسها هي ليست مستعدة لتسليم السلطة في هذا الوقت. وأيضا يرى بأن هذا الضغط ربما يسبب يعني نتيجة عكسية، لذلك أنا أتوقع بأن هذا بأن الاتحاد الأفريقي سوف يمدد هذه المهلة إن شاء الله. نعم دكتور محمد، يعني ماذا يؤثر إيقاف عضوية السودان في الاتحاد الأفريقي على الوضع الاقتصادي السوداني؟ أخي هذا إجراء بروتوكولي عادي، يعني ليس موثق تماما، لأن السياسي حينما جاء إلى الحكم عن طريق الانقلاب علقوا عضوية مصر في الاتحاد الأفريقي، ولكن بعد حين لبس السياسي البدلة العادية والكرافتة وحضر اجتماعات المجلس، والآن هو رئيس الاتحاد الأفريقي. هذا إجراء بروتوكولي شكلي، بعد قليل إذا توافق الشعب السوداني أن يكون برهان رئيس المجلس العسكري وهو رئيس الدولة ويذهب إلى حضور هذه المجالس بصورة عادية ما دام هنالك حكومة، يمكن يذهب رئيس الوزراء أيضا ووزير الخارجية وكلهم سيكونوا مدنيين، وإذا اقتضى الأمر أيضا سيحال رئيس المجلس الأعلى إلى المعاش ويأخذ الصفة المدنية، وبالتالي يكون جدير بإدارة أو المشاركة في كل كيانات الاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية وكذلك كل من القوى العالمية. فهذا إجراء الذي يحسمه الآن هو توافق الشعب السوداني كله بكل قطاعاته على وضع انتقالي مستقر ويتشكل فيه كل الرؤى وتتضح فيه الرؤية العامة، وبالتالي كل المنظمات ستقبل بهذا الشأن، لأن هذا شأن الشعب السوداني، هو الذي يحدد اتجاهاته، هو الذي يحدد خياراته. لهذا انحصرت الآن أصوات المعتصمين في الميدان والتي تتزايد كما قال الأخ عبد الرحمن اليوم تزايدوا كثيرا، كل هذا ليرفعوا صوت واحد فقط، نريد استقرارا لهذه الحكومة ولهذه الدولة، ونريد الخروج من هذه الدائرة. هذه دائرة مغلقة ومزعجة ومتعبة وتؤثر تأثير كبير جدا على الاقتصاد، على حياة الناس، على القرارات، الضغط على المجلس العسكري يعني تشوش عقل تفكيره في أن يتخذ القرار السليم في أن يعالج كثير من القضايا المهمة. يجب أن لا نهتم بقضايا انصرافية كبعض المؤسسات أو معالجة بعض الأمور، نطالب المجلس بقضايا صغيرة جدا، نحن يجب أن نطالب المجلس بتكوين حكومة سريعة وينتهي هذا الملف ونبدأ في خطوة أخرى وهي تنمية البلاد وهكذا. أستاذ عبد الرحمن الأمين، برأيك هل سيلتزم المجلس العسكري بما طلب منه من قبل الاتحاد الأفريقي أو مجلس السلم الأهلي المجتمعي بما طلبه منه، سيلتزم المجلس العسكري؟ الطلب الذي طلبه مجلس الأمن والسلم الأفريقي، أنا كنت دائما أقول أن الكثيرين من حولنا لا يتفهمون الحالة السودانية. الذي جرى في السودان ليس انقلابا عسكريا، العسكريون الذين أقدموا في 11 من أبريل على تسلم السلطة لم يكن هذا بهواهم أو رغبة منهم في الاستحواذ على السلطة، وإنما كان ذلك بطلب من الشارع الذي لاذ بهم وطلب نصرتهم وطلب مساندتهم، ومن ثم استجابوا إلى دعوته وإلى طلبه. الآن مهلنا أسبوعين، المجلس الأمن والسلم الأفريقي لا يدرك الحالة السودانية ولا يدرك حالة الفوران السياسي الموجود في السودان، وأن الأحزاب خرجت لتوها من بعد حبس وقف لثلاثين عاما، وأن الأمر يحتاج إلى كثير شورى وإلى كثير وقت لا إلى أن يتفق المدنيين مع العسكريين. كذلك أنا تقديري أن قرار الاتحاد الأفريقي طبعا من الناحية العملية غير مؤثر، أنت تعلم أن المغرب كانت قد جمدت عضويتها في الاتحاد الأفريقي، وإريتريا حتى إلى يوم الناس هذا غير راغب ولا تحظى بعضوية الاتحاد الأفريقي.
ومن ثم فإن هذا الأمر ربما لا يشكل ضغطا كبيرا على السودان، وإن كان السودان يرغب كذلك في أن يعلم الاتحاد الأفريقي بحقيقة الذي جرى، وربما الآن موسى فكي المسؤول في الاتحاد الأفريقي يزور في خلال أيام السودان ليطلع عن قرب على الحالة وليعيد النظر في قراره الذي أصدره في وقت سابق. نعم أستاذ محمد، هل ربما تسرع الاتحاد الأفريقي بقراره تجميد عضوية السودان؟ هو نعم، هو يعني لم أقول أنه تسرع، لأنه يعني أخذ هذه الخطوة يعني مباشرة بعد بعد هذا الحدث، ولكن النقطة هنا في المدة أو المهلة التي أعطاها المجلس الأفريقي للاتحاد الأفريقي. ولكن كما ذكر صديقي هنا، يعني الإجراءات التي يتخذها الاتحاد الأفريقي هي شكلية فقط، يعني هي لا تؤثر كثيرا على السودان في 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 العضوية. يعني هو القرار الذي اتخذه هو تجميد العضوية. نعم. ولكن كما ذكر أن يعني مصر وكذلك موريتانيا يعني تم تجميد عضويتهما من قبل، ولكن سرعان ما تم إرجاعهما إلى حضن الاتحاد الأفريقي. نعم. طيب لو تحدثنا أستاذ محمد عن المطلوب اليوم لتحقيق الاستقرار والأمن في السودان، هذا مطلب الشارع الرئيسي. كيف من الممكن تحقيق الانتقال السلمي دون حدوث مشكلات ربما بين المجلس العسكري والمعارضة، ومن ربما هي الجهة المؤهلة لاستلام السلطة في السودان؟ هنا يعني النقطة الأساسية هي أول كما قال المتحدث الرسمي باسم المجلس العسكري بأن الكرة في ملعب المعارضة، أي في ملعب الأحزاب السياسية. هنا على الأحزاب السياسية أن تترك المصالح الشخصية إلى جنب، يعني من الذي يكون رئيسا ومن الذي يستولى الحكم، هذه جنب، والمصلحة الأولى هي السودان، يعني مصلحة السودان هي أولا. المثل الثانية، هناك يبدو أن يكون هناك ثقة ما بين المجلس العسكري والأحزاب والشارع، يعني هناك عدم ثقة الآن، هناك عدم ثقة من الشارع والأحزاب، يعني لابد أن يكون هناك يعني ثقة، وخاصة أنا أركز هنا على الأحزاب السياسية، لابد أن تتوافق هي أولاً، تتوافق أولاً وتضع مصالحها الشخصية جنب وتتفاوض مع المجلس العسكري، وكذلك على الشارع أن يعطي المجلس العسكري مهلة. نعم. لأن هناك يعني هناك أيام قليلة فقط يعني يعطيها المجلس العسكري، وربما يعني لا يستطيع أن ينفذها جميعها في هذا الوقت، ولكن لابد أن تكون هناك مهلة حتى يستطيع أن يطبق القرارات التي اتخذها على أرض المجلس العسكري. أخذ مهلة سنتين بانتقاء نفسه، يعني عندما قرر بفترة انتقالية مدة عامين ربما. هناك في بعض يعني بعض الأحزاب المعارضة تطالب بأربع سنوات. نعم. يعني طالبت بأربع سنوات، ولكن السنتين هذه هو لم يقل المدة سنتين، ولكن نعم. قال أقصاها سنتين، أي يعني إذا توافقت الأحزاب السياسية وأصبحت البيئة السودانية يعني جاهزة للانتخابات، سوف يتنازل الجيش عن السلطة في ربما يعني ستة أشهر أو سنة أو ما إلى ذلك، يعني ما دون السنتين ربما. نعم. إذن يبقى القرار عند الأحزاب السياسية وتوافقها على إنهاء الحالة في السودان ورضوخ المجلس العسكري لما يراه الشارع السوداني. نعم. إذن أشكرك جزيل الشكر الأستاذ محمد الأمين السموسي الأكاديمي والباحث المحلل السياسي ضيفي في الاستوديو، كما أشكر الأستاذ عبد الرحمن الأمين رئيس تحرير صحيفة الصيحة من الخرطوم، وأشكر أيضا الدكتور محمد أحمد محدثنا الباحث والأكاديمي من إسطنبول. الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام، في أمان الله ورعايته.